وطن إنها باختصار حكاية وطن. الحقيقة النهاردة كلنا تابعنا هذا الحدث المهم في مؤتمر بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من السياسيين وطبعا الوزراء والإعلاميين والشباب، وهذا المؤتمر الذي بدأ اليوم وحتى ويستمر حتى يوم الاثنين القادم إن شاء الله، فيها حكاية وطن من منظور الدولة. ما الذي حدث طوال السنوات الماضية؟ ما الذي حدث منذ 2011 حتى الآن؟ وما الذي حدث من إنجازات في 9 سنوات الماضية؟ رؤية الدولة ومنظور الدولة، ما بين الرؤية والإنجاز، ما بين التحدي وما بين التنمية. الحقيقة كان في كلمات كثيرة مهمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والسادة الوزراء. هنستعرض مع حضراتكم بالقراءة والتحليل ما تم اليوم وما سمعناه. الحقيقة من كلام كثير مهم، أرجو أن وقتنا الضيق يعني نقدر نستعرض فيه يعني أهم ما جاء في اليوم مع ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا النهارده دكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنميه. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. تابعنا النهارده حكايه وطن. طبعا. وانا حسيت ان احنا حصل لنا كده فلاش باك يعني من اول 2011 كل ما مرينا بيه و2013 ثم البناء من 2014 وحتى الان حكى سياده الرئيس، وطبعا سمعنا كتير من سواء رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، ولكن تحدث سيادة الرئيس اليوم في عدد كبير من النقاط المهمة. الحقيقة أنا حابة أبدأ بأكثر من كلمة مهمة طرحها سيادة الرئيس، ولكن في البداية هو شرح ليه بدأنا بحفر قناة السويس الجديدة وإيه أهمية أن احنا كنا نقوم بهذا العمل في هذا التوقيت. رؤية حضرتك وقراءتك. الحقيقة يمكن الرؤية لن تخرج أبدا عن الروح الجميلة اللي احنا يمكن شفناها النهاردة في هذا المؤتمر، اللي بيعتبر مؤتمر فيه روح المكاشفة وروح الشفافية والعرض بالأمانة. فالحقيقة يمكن المتابع لهذا المؤتمر يجد أن كان هناك فعلا مصداقية وأمانة في العرض. وبالتالي لما السيد الرئيس النهاردة لما بيتكلم الحقيقة يمكن بنجد أن الفترة الماضية بتنحصر في نقدر نقول في فئتين أو فترتين. الفترة الأولى كانت فترة تحديات داخلية رهيبة على الدولة المصرية، يمكن حتى النهاردة لما دولة رئيس الوزراء استعرضها أن كان بيتم تصنيف مصر أنها دولة فاشلة. صحيح. ودولة فاشلة لها معايير كتيرة جدا أنها دولة سوف تسقط في المستقبل القريب. والفترة الثانية طبعا اسقاط خلي بالك، والاسقاط دائما وابدا للدول اسقاط اقتصادي في المقام الاول، يعني صحيح. الدول كلها بتسقط اقتصاديا. يعني حتى بالدليل الاتحاد السوفيتي عندما سقط ولم يسقط سياسيا ولكن سقط اقتصاديا من خلال حملة ممنهجة طبعا من قبل الغرب اللي قدر ان هو فعلا يستنزف قدرات الاتحاد السوفيتي سابقا، وقدر ان هو فعلا يعني يسقط هذا البلد اللي كان بلد كبير جدا. فالقصد ان افشال الدول دايما وابدا بيكون من منظور اقتصادي، وده اللي هربطه من خلال ليه الرئيس النهاردة بيتكلم بكل فخر ان كانت البداية هو يعني قناة السويس جديدة و حاولت جعل هذه المنطقة منطقة رواج اقتصادي على مستوى العالم. لكن المنظور الثاني أو الفئة الثانية أو المرحلة الثانية كانت مرحلة التحديات الخارجية برضو الرهيبة جدا اللي الحقيقة يمكن أثرت على كل دول العالم وكانت طبعا بدايتها طبعا أزمة الأسواق الناشئة في 2018، أعقاب بعد سنتين بالضبط أزمة جائحة كورونا، ثم بعد سنتين أيضا في 2022 الأزمة الروسية الأوكرانية. وأنا يمكن دائما بقول حتى في يعني أو كلام أزمة ولم تصل أبدا إلى الآن لدرجة الحرب، لأن لو وصل درجة الحرب يبقى فيه تداعيات خطيرة جدا في المستقبل. يمكن السيد الرئيس لما النهاردة أتكلم يركز جدا على مشروع من أكبر المشروعات، أنا شايف أن هذا المشروع يعتبر هو المشروع الدولة المصرية في القرن 21. يمكن النهاردة أنا أتفق تماما مع دولة رئيس الوزراء لما أتكلم على الإنجازات الكبيرة جدا، وقال أن مشروع حياة كريمة إذا جاز لينا أن احنا نقول أن يكفي هذا الرجل يكفيه، لكن أنا بضيف كمان أن مشروع تنمية قناة السويس بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة الحقيقة نقدر نقول من أهم المشروعات للدولة المصرية على مدار تاريخها حقيقة. طب اسمح لي هنا حضرتك أتوقف، بما أن حضرتك ذكرت العاصمة الإدارية، والحقيقة أنه يعني أفاد سيادة الرئيس أنه عدد كبير جدا من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين أقروا بحتمية نقل العاصمة منذ 40 عام.
تمام. وانه كان المفروض يتم من 40 سنه فاتت ولكنه لم يتم لظروف كتير. تمام. فاهميه نقل او يعني مش نقل وجود عاصمه اداريه جديده بالاضافه طبعا للعاصمه الاصليه. بص هو موضوع نقل العاصمه الاداريه مش مجرد رفاهيه يعني زي ما بعض بيعتقد ان هو مجرد رفاهيه او استنزاف لموارد دوله، بالعكس ده معناه ان انا بحاول اتلاشى المشاكل الخطيره والازمات اللي ممكن تنجم على ان وجود العاصمه التقليديه اللي هي القديمه اللي هي القاهره انها تكون ما زالت موجوده. اولا لاسباب كثيره جدا يمكن تم شرحها النهارده، احنا عايشين على حوالي 7% فقط من مساحه مصر، وبالتالي لما بتكلم على من نقدر نقول منذ بدايات صحيقه احنا عايشين على الدلتا والوادي الدايم، وبالتالي مساحه مصر سواء كان في الشرق او الغرب الحقيقه ممكن لم يكن هناك خلخله للتركيبه السكانيه الرهيبه. فمعنى ان انا اعمل عاصمه اداريه تكون، وخلي بالك ده مهم جدا، انا لما اتكلمت على مشروع تنميه محور قناه السويس والقناه الجديده ده مشروع اقتصادي، ده مشروع اقتصادي. لما اجي ابص العاصمه الاداريه هي متاخمه تماما للعاصمه الاقتصاديه للبلاد. صحيح. العاصمه الاقتصاديه، فده الحقيقه ممكن نقدر نقول احد اهم ملامح الامن القومي لاي دوله، ان تكون العاصمه الاقتصاديه ملامسه للعاصمه السياسيه. فعشان كده لما تم اختيار هذا الموقع ده تم اختياره بعبقريه، لان هذا الموقع معناه ان هو جنب العاصمه الاقتصاديه، معناه يعني هو مش اختيار عشوائي، مش اختيار عشوائي، ده اختيار علمي منهجي بالفعل. وده هيؤكد الفتره اللي جايه ان هيبقى فيه خلخله للتركيبه السكانيه سواء كان في الدلتا او الوادي. نقدر نقول على التوازي كمان هنجد ان كان هناك مشروع من اهم المشروعات الكبيره جدا برضو القوميه اللي هي الدلتا الجديده ب 2.2 مليون فدان. معنى كده ايه؟ ان اختيار العاصمه الاداريه هو امن قومي بالدرجه الاولى، لان اللي هيعمل لي خلخله للتركيبه السكانيه في الوادي والدلتا، ودي نقطه. النقطه الثانيه مرتبط ارتباط وثيق جدا باهم منطقه عندنا اللي احنا يمكن نقدر نقول مصدر تهديد خطير جدا لمصر على مدار الاف السنين، وهو شبه جزيره سيناء. وبالتالي انا لما اضع العاصمه السياسيه وجنبها عاصمه اقتصاديه بعدها شبه جزيره سيناء، معناها ان انا فعلا عيني على المنطقه الشرقيه بحيث ان انا ابدا عمليه تنميه حقيقيه. وده الاستاذ الرئيس النهارده ولاول مره ربط الوادي بالدلتا، عفوا سيناء بالوادي والدلتا. بالوادي يمكن وطبعا لما بتكلم الأستاذ الرئيس النهارده كان ذكر سيناء وقناه السويس، قناه السويس مش مجرد قناه وخلاص، ده مجرد ان انت بتربطي الدلتا والوادي القديم بشبه جزيره سيناء، اللي نقدر نقول ان على فترات طويله جدا لم تطولها ابدا اي مسارات للتنميه. النهارده بنتكلم على 610 مليار جنيه تم انفاقها خلال 9 سنوات في شبه جزيره سيناء، وتم تخصيص كمان 300 مليار لكمان إعادة التنمية في المنطقة. نقدر نقول اللي هي المنطقة إلى حد كبير تعتبر المنطقة الميتة اللي هي منطقة وسط سيناء، وبالتالي أنا بتجه بالدولة المصرية لأنها فعلا تستفيد من القدرات الكامنة في شبه جزيرة سيناء سواء كانت موارد أو معادن وبخلافه، بالإضافة إلى محاولة التنمية السكانية وإيجاد مناطق ومدن تقدر أن هي فعلا تعمل تحريك حقيقي للتركيبة السكانية اللي موجودة في الدلتا والوادي. طب اسمح لي حضرتك اتوقف عند هذه النقطه لان احنا لسه عايزين نستكمل وعايزين نتكلم عن مشروع حياه كريمه، لان هو المشروع الاكبر على الاطلاق يمكن حتى مش على يعني على صعيد مصر بس ولكن في العالم كله، المبادره الاكبر على الاطلاق. بس هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع نستكمل حوار. اتفضل. مرة أخرى وقبل الفاصل دكتور علاء كنا بنتكلم عن مبادرة حياة كريمة كأحد أهم المبادرات، يمكن اللي قيل عنها أنها المبادرة الأكبر على الإطلاق مش بس في مستوى على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم كله. أهمية هذه المبادرة ده حقيقة يمكن المبادرة يعني كلمة أهميتها الحقيقة يمكن تم تناولها كتير جدا من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن، لكن أنا مش بتكلم في أهميتها يعني معذرة، لكن أنا أتكلم في ضرورة التزام الدولة بالاستحقاق الدستوري. الاستحقاق الدستوري يمكن مادة 27 من الدستور، وهي مادة نقدر نقول مادة اقتصادية واجتماعية، لكن هي القالب الكبير جدا بالنسبة لها هي القالب الاقتصادي اللي الدولة المصرية رهنت على أن الاقتصاد هو القوة أو هو العربة القوة الشاملة للدولة. وده عشان كده ممكن السيد الرئيس، وده ممكن برضو ربط بالسؤال اللي انت حضرتك الأولاني اللي انت قلت عليه، اللي هو ليه الرئيس مهتم جدا بقناة السويس، لأن
هو اهتمامه ان الاقتصاد هو القاطره اللي هتجر كل عربات القوى الشامله للدوله. فالبعد الاجتماعي نقدر نقول في الماده 27 من الدستور كان هناك توجه من قبل الدوله نحو اهتمام بحاجتين، البعد الاقتصادي وهو خاص بعمليه النمو الاقتصادي ومحاربه الفقر والقضاء على البطاله ورفع مستوى المعيشه. لكن في اخر الماده 27 هنجد ان الدوله كانت ملزمه بحاجه مهمه جدا وهو البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي متمثل في ان الدوله لابد ان هي تسعى بكل السبل نحو ضمان تكافؤ الفرص، ده رقم واحد. الدوله لابد ان هي تسعى الى ضمان توزيع عوائد النمو على كل فئات المجتمع وليس فئه واحده بس. الدوله لابد ان هي تسعى الى ايجاد حد ادنى للاجور وحد اقصى، وتربط ذلك بوجود حياه كريمه للمواطن المصري، وبالتالي ده كان استحقاق دستوري. السيد الرئيس لما اتجه لا وهي الناس خرجت في 2011 ليه؟ ما هو لانه العداله الاجتماعيه والعداله الاجتماعيه لم تكن متحققه في الريف وصعيد مصر. العداله الاجتماعيه دي كلمه مطاطه. بص حضرتك، يمكن ما انت قلت في 2011 الناس قامت، قامت في ظل كان قبل 2011 يعني 2009 و2010 وبدايه 2011 حتى مصر كانت بتحقق اعلى معدل نمو اقتصادي 7.8 حقيقي، ولكن لم يصل للناس بالظبط. يبقى هذا المعدل ملوش اي اعتبار في اي حاجه. ليه؟ لانه كان متجه لفئه معينه. صحيح. فلما اتكلم في الماده 27 من الدستور واتقالت توزيع العادل لعوائد النمو على كافه الفئات وربطه بوجود حياه كريمه للمواطن، هذا لن يحدث ابدا الا من خلال خلخله بقى القرى الموجوده عندنا اكثر من 4000 حوالي 900 قريه. فالتوجه الدوله نحو مخاطبه هؤلاء من خلال تمكين اقتصادي وتمكين انتاجي وتمكين اجتماعي، وهذا التمكين لن يكون من خلال ان انا ادعمه او ادي له دعم نقدي او دعم عيني، لكن لابد ان انا اهله تعليميا واهله صحيا واهله ثقافيا وتوعويا. على فكره ده الموضوع، بناء الانسان اصعب كتير جدا من بناء مستشفى او بناء طبعًا مدرسه او بناء طبعًا بناء الانسان من الداخل، اعاده منظومه القيم اللي الحقيقه يمكن نقدر نقول ان كان الربيع العربي الى حد كبير جدا كان مساهم في انهيار منظومه القيم اللي افرزتها كتير جدا من المساوئ الغربيه. اللي انا اقدر اقول لم يكن عربيا إن هذا المشروع بالظبط لم يكن ربيع عبري يعني ان هذا المشروع مشروع حياه كريمه، يمكن نقدر نقول من اهم المشروعات اللي الدوله المصريه اتجهت اليها في العصر الحديث. وده مش كلامنا، ده كلام حتى الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تضع هذا المشروع على منصتها، ده حاجة فخر لينا كمصريين. وعندما تضع الأمم المتحدة مشروع على منصتها معناه أنه اجتاز كل المعايير الذكية، المعايير اللي ممكن اللي اشترطت عليها الأمم المتحدة، وعلى رأسها هل في مدى زمني؟ في مدى زمني لهذا المشروع. هل في تكلفة تم وضعها لهذا المشروع؟ تم وضع تكلفة مبدئية 700 مليار، الحقيقة التكلفة دي زادت إلى أكثر من تريليون، 700 مليار جنيه، التكلفة زادت إلى حوالي أكثر من تريليون جنيه، وبالتالي الدولة المصرية عازمة في ظل طبعًا وجود أزمة كبيرة جدًا في مستويات اللي نقدر نقول الاسعار على مستوى العالم والتضخم اللي صاحبه طبعا نتيجه طبعا الازمات العالميه المتلاحقه، لكن الدوله المصريه مصره اصرار غير عادي على استكمال هذا المشروع، لان هذا المشروع بالنسبه لنا هو نقدر نقول حياه نحو المستقبل، نحو بناء شخصيه كبيره للمواطن المصري، تاهيله لسوق العمل. انا الحقيقه الوقت بيمر سريعا، ولكن انا لازم اتوقف امام كلمه قالها اليوم سياده الرئيس، وانا بعتبرها الحقيقه كلمه تاريخيه لان احنا ما سمعناهاش قبل كده من يعني مع كل الاحترام من اي من رؤساء الدول، وهي هو قال عندكم فرصه للتغيير في الانتخابات الرئاسيه المقبله. فتعليق حضرتك على هذا التغير السياسي والانفتاح السياسي الذي يحدث في مصر، ان احنا يعني الحقيقه مش متعودين على ده في مصر. هتجد ان فعلا الكلمه دي كانت يعني تاريخيه ومعبره وهزت ناس كتير جدا، لان الكلمه دي عندما تصدر لابد ان هي تكون وراها احساس بالمصداقيه والثقه ان هو عمل اللي عليه ولم يبتغي الا وجه الله. وده اللي يمكن حتى استشهد بالايات القرانيه واحاديث قرانيه للسيد الرئيس النهارده، ده اللي بيدل ان هو فعلا الظاهر لناس ممكن تشوف ان هو يمكن اتجه يعني اتجاهات نقدر نقول
البعض بيقول خاطئه، لكن النهارده على وجه الدقه النهارده يمكن حتى اكد هذا الكلام دوله رئيس الوزراء النهارده لما اتكلم ان احنا انفقنا 9.2 من 10 تريليون جنيه خلال 9 سنوات في البنيه التحتيه. وده رقم البعض بيقول خطا وازاي وليه والناس وبتاع. طب لما بنشوف هذا الرقم بنجد ان هو 22% من جمله الناتج المحلي الاجمالي لمصر طوال 9 سنوات. الدول الثانيه الدول اللي زينا او مشابهه لينا من 20 ل 40%، معنى كده ان احنا في الحد الادنى للانفاق في البنيه التحتيه. والبنيه التحتيه يمكن ساهمت مساهمه كبيره جدا في تدفق استثماري وحتى الوقوف مصر على قدميها في ظل الازمات العالميه المتلاحقه او المتوسطه. السيد الرئيس بيتكلم النهارده وهو دعوه حقيقيه ان هو بنى مصر اقتصاديا وقدر ان هو فعلا يغير الجغرافيا في مصر من خلال 20 على 7.5 ل 8 مليون فدان، ان شاء الله نصل الى 17 مليون فدان، يعني احنا بنضاعف الرقعه الزراعيه عشان يبقى فيه نوع من اكتفاء بالامن الغذائي. هذا الرجل الحقيقه يمكن نقدر نقول عمل اللي نقدر نقول عليه، وهو شايف ان هو بالفعل قدر ان هو يستوفي كل ما عليه من التزامات واهداف حقيقيه حب ان هو يديها لبلده. وبالتالي هو بيضعنا امام اختيار ان احنا هل نستكمل المسيره والمسيره الاقتصاديه الكبيره والناجحه اللي هو تحمل صعاب، خاصه وده يمكن من اصعب القرارات اللي خدها عمليه الاصلاح الاقتصادي اللي كانت في نوفمبر 2016. لأن القرار ده على فكره القرار ده الحقيقه يمكن نال من شعبيته نال من شعبيته، يعني يمكن قبل 2016 الحقيقه شعبيه جارفه. اي واحد تاني يقول انا ابعد عنه. وعلى فكره القرارات ديت لكل رؤساء الجمهوريه السابقين ما حدش قدر ان هو يتدخل في هذا التوجه، بدءا من السيد الرئيس السادات او مبارك او حتى جمال عبد الناصر، محدش قدر ان هو يتدخل في عمليه التوجه نحو تحرير سعر الصرف او بناء عمليه برنامج الصح الاقتصادي تقدر مصر ان هي تتجه نحو التنميه المستدامه. ويمكن نقدر اقول لحضرتك بكل امانه يمكن برضو النهارده انا بستعرض كلمه اخيره يا فندم لان وقتنا للاسف شديد انتهى. النهارده دوله رئيس الوزراء الحقيقه يمكن النهارده اتكلم في عمليه كاشفه جدا، وانا بحييه على هذا نقدر نقول التقرير الشاف الموافي، ان مصر لم تتجه لعملية إصلاح اقتصاد وبنية حقيقية منذ عهد محمد علي. وبالتالي حتى البرامج الإصلاح الاقتصادي اللي احنا انتجناها أكثر من 200 سنة الحقيقة يمكن لم تجد أبدا أي توجه نحو أو صدى نحو المستقبل. الاستراتيجية الوحيدة اللي قدرت مصر أن هي فعلا تدشينها وقدرت أن هي فعلا تكون قادرة على تنفيذها استراتيجية 2030 اللي وضعناها في 2015. لأول مرة بنضع استراتيجية لمدة 15 سنة، والأول مرة بنقول أن خلال 2030 إن شاء الله هنكون من أفضل 30 دولة اقتصادية على مستوى العالم. لأول مرة بنجد رئيس دولة بيقول أن الملف الاقتصادي هو الأساس الحقيقي نحو بناء دولة المستقبل مصر الجديدة. فعشان كده الحقيقة يمكن نقدر نقول السيد الرئيس بيضعنا أمام الحقيقة يمكن نقدر مسؤولية حقيقية لينا، لابد أن احنا نكون قدها عشان نقدر نكمل المشوار. واسمح لي دكتور علاء أنا أسفل المقاطعة ولكن وقتنا انتهى، لكن احنا ما زلنا مستمرين مع حكاية الوطن. إن شاء الله المؤتمر غدا وبعد غد نعرف لسه كثير جدا من منظور الدولة، من منظور ما تم وما سيتم بإذن الله إن شاء الله. احنا وراه ودايما بنقول فعلا تحيا مصر، لأن فعلا مصر قدرت إن هي تحيا وتعيش المعنى الحقيقي لوجودها في ظل قيادة واعية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنميه، شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا النهارده يعني في هذه الحلقه وهذا اليوم الهام، شكرا جزيلا لحضرتك. وبشكر كل حضراتكم، كانت هذه حكايه وطن اليوم، ما زلنا مستمرين في تغطيه احداث حكايه وطن وكل ما يحدث في مصر. حافظ الله مصر دائما وابدا، تحيا مصر.